أي علم يدرسه الدارس نظرا لا يكفي ولا ينضج فيه حتى يدرسه عمليا، لأن هذا التطبيق العملي سيكشف له من الأخطاء أو الصواب ما لم يكن ظاهرا لديه نظريا وفكريا فقط. فلذلك في الأمس القريب كان عندي بعض الناس وذكروا كتابي الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير. لابد مر بك هذا الاسم في بعض تخريجاتي وتعليقاتي، خاصة في مثل صحيح الجامع وضعيف الجامع، الروض النظير، لكن تمامه هكذا في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير. فقال لي جليسنا في الأمس القريب أن هذا الكتاب لماذا لا تطبعه؟ قلت لأنه باكورة عملي، فهو أول ممكن أن يقال تأليف لي، وبلا شك أعود إليه كثيرا فأجد فيه النشاط والاستقصاء للروايات والطرق وإلى آخره. فأتذكر وأقول متمثلا: ألا ليت الشباب يعود يوما لأريه ما فعل المشيم. ولكن في الوقت نفسه لما أتذكر هذا النشاط أجد فيه أخطاء، وأقول سبحان الله، هكذا ربنا عز وجل فطر العباد كما قال عليه السلام: إنما العلم بالتعلم. ومثال آخر وقعت فيه تبعا لمن قبلي، مثل الهيثمي وغيره، ومثل الشيخ أحمد شاكر المصري الرجل العالم الفاضل. كنا حينما نجد في إسناد حديث ما رجلا وثقه ابن حبان فنقول إذن السند صحيح، لأنه كل رجال معروفون ثقات ومترجمون في التهذيب وإلى آخره. لكن في رجل كأنه مجهول، وسرعان ما نجد من قال بأنه وثقه ابن حبان، فإذا صح الحديث. لكن فيما بعد تنبهت إلى أن توثيق ابن حبان لا يوثق به، وأذعت هذا في كل كتبي وقضيت على ذلك سنين طويلة. ثم تكشف لي أن عدم الاعتداد بتوثيق ابن حبان ليس على إطلاقه، بل له قيود وله شروط ذكر بعضها العلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في كتابه التنكيل. ثم مضيت أنا في هذا الصدد، فانتهيت إلى حقيقة علمية أعتقد أنها مهمة جدا، ووجدتها مذكورة في بعض كتب الذهبي والعسقلاني، لكن ما ذكروا الطريقة التي سلكوها حتى وصلوا إلى هذه النتيجة، ألا وهي الاعتداد بتوثيق ابن حبان وهو تفرد بهذا التوثيق دون الآخرين. شيخنا التقعيد. نعم تقعيد. تقعيد أيوه. فأنا وجدت أن ابن حبان إذا وثق رجلا وكان هذا الرجل مجهول الحال في تعبير العلم المصطلح، أي لم يوثق غيره لكن روى عنه عديد من الثقات، حينئذ تطمئن النفس لنقول بأن هذا الذي وثقه ابن حبان هو في موضع الثقة. هذا أنا ما وصلت إليه إلا بعد 20 سنة تقريبا، بينما لا يزال حتى اليوم كثير من المشتغلين بعلم الحديث يعتدون بتوثيق ابن حبان مطلقا، وبعضهم ممن تابعوا الكتابات هذه
وانتقادنا لتوفيق بن حبان مش معنى بأنه توفيق بن حبان لا يعتد به، لكن ما وصلوا معنا إلى هذه القاعدة كما قال صاحبنا، أنه إذا كان الذي وثقه ابن حبان له رواة كثيرون ثقات عنه فحينئذ هذا يعتد بتوثيقه إياه. وفي مثله يقول الذهبي: والعسقلاني صدوق، ولو رجعت إلى كتب الرجال كلها فلن تجد كلمة صدوق صدرت من أحد من المتقدمين. كيف وصل إليه العسقلاني وبينه وبين الرجل نحو 700 سنة وكذلك الذهبي؟ هو بهذا الفحص وهذا البحث والاستقصاء والتعرف على عدد الرواة الثقات الذين رووا عن هذا الثقة الذي وثقه ابن حبان، علما أن ابن حبان في كتابه لا يذكر عن الموثق عنده، لا يذكر له راويا إلا شخصا واحدا، وقد يقول في بعض الأحيان روى عنه فلان يسميه وغيره، أو روى عنه أهل بلده كلمة عامة. فلا تكفي ولا تروي ولا تشفي، إلا ينبغي أن نتبع الكتب الأخرى لنعرف أن هذا الرجل الذي وثقه ابن حبان له رواة ثقات ولا فقط هذا واحد أو اثنين. هذا كمثال ثاني أن الإنسان في هذا العلم في الواقع يجب أن لا يتسرع وأن يتئد وأن يتباطأ في الحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، ومن باب أولى أن يتوجه بالنقد والاعتراض على من خالفه في الرأي. وشيء ثالث ولعله يكون الأخير بالنسبة لهذا الموضوع، أن هناك مسائل في علم الحديث تعتبر نسبية، أي يختلف الرأي فيها بالنسبة لبعض العلماء عن بعض آخر، بل الأمر أدق من ذلك أحيانا، فقد تكون نسبية بالنسبة للشخص الواحد، بالنسبة للشخص الواحد أي المحدث أي الباحث الواحد، فيكون توثيق راو بالنسبة إليه تارة يكون ثقة عنده، تارة يكون ضعيفا عنده، تارة يكون وسطا بين هذا وهذا. ورأيت من معنى الحديث الحسن يذكر ما معناه بأن الحديث الحسن هو من أدق أنواع علوم الحديث. من هذا الشيخ؟ الحافظ الذهبي. أي نعم. لماذا؟ لأنك تعلم فيما أعتقد أنه ما هو الحديث الحسن. طبعا الحسن لذاته والحسن لغيره قسمان معروفان. الحديث الحسن لذاته هو الراوي ثقة، لكن حفظه دون حفظ راوي الحديث الصحيح وفوق راوي الحديث الضعيف. هذه النسبة قد ينظر إليها الباحث الواحد تارة فيلحق هذا الراوي بالضعيف الحفظ فيضعف حديثه، وتارة قد يكون من باب إمعان النظر فيما قيل فيه يرفع سويته من الضعف إلى الحسن فيحسن حديثه. هذا هو شخص واحد، فما بالك إذا نظرت إلى هذه القضية بالنسبة لزيد وبكر وعمر والأشخاص اللي كلهم عم يشتغلوا في علم الحديث، فلا شك أنه هنا الأمر سيكون النسبية فيها واسعة جدا جدا. هذا بالنسبة للحديث الحسن لذاته، والحديث الحسن لغيره أشكل وأشكل، لأنه لما عن الحديث الحسن يذكر ما معناه بأن الحديث الحسن هو من أدق أنواع علوم الحديث. من هذا الشيخ؟ الحافظ الذهبي. أي نعم.
لماذا؟ لأنك تعلم فيما أعتقد أن ما هو الحديث الحسن؟ طبعا الحسن لذاته والحسن لغيره قسمان معروفان. الحديث الحسن لذاته هو الراوي ثقة، لكن حفظه دون حفظ راوي الحديث الصحيح وفوق راوي الحديث الضعيف، هذه النسبة قد ينظر إليها الباحث الواحد تارة فيلحق هذا الراوي بالضعيف الحفظ فيضعف حديثه، وتارة قد يكون من باب إمعان النظر فيما قيل فيه يرفع سويته من الضعف إلى الحسن فيحسن حديثه. هذا هو شخص واحد، فما بالك إذا نظرت إلى هذه القضية بالنسبة لزيد وبكر وعمر والأشخاص اللي كلهم عم يشتغلوا في علم الحديث، فلا شك أنه هنا الأمر سيكون النسبية فيها واسعة جدا جدا. هذا بالنسبة للحديث الحسن لذاته، والحديث الحسن لغيره أشكل وأشكل، لأنه يتعلق بنسبة الطرق التي يقف عليها الباحث أولا، ثم نسبة الضعف الموجود في مفرداتها ثانيا. فقد يرى زيد من الناس يحصل هذه الطرق بينما لا يحصلها غيره. نعم، فالحديث الحسن لغيره كما قلنا قائم على نسبة الطرق كثرة ونسبة الضعف فيها قوة وضعفا وهكذا، فهذا مجال واسع جدا للاختلاف. فإذا كان هناك شخص لم يمضي عليه دهر طويل من البحث فيبدو له أنه فلان صحح ما هو ضعيف أو ضعف ما هو صحيح، الحقيقة أن المسألة تحتاج إلى تأني وتروي. هذا ما عندي بالنسبة لهذه المسألة. بالنسبة للمتابعات اللي يذكرها الشيخ عبد الله، نعم، فيما مر عليك لعله، فما مدى يعني مستواها؟ يعني قلت لك كلاما عاما أنه في بعض الأشياء أصاب فيها، وهو الآن أنا أذكر شيء آخر، أنه هو يقول مثلا هذا الحديث ضعفه الشيخ هنا لكن صحه هناك، وهذا نعرفه والسبب وما ذكرناه آنفا. نعم، لدينا شيخ بعض الأسئلة، نعم لعلها نشرع بها يا شيخ إن شاء الله.